مصطفى، عرف نفسك بعد اذنك. انا اسمي مصطفى جلال، انا من اول الناس اللي كانوا مشاركين في الثوره، وبكتب باستمرار على شبكه الفيسبوك، ومقالاتي موجوده ومعروفه والناس كلها بتقراها. مشكلة لو ما فهمين بس رأيك في الإسلاميين ككل، مش فصيل إخوان فقط. تمام. أنا أول حاجة أنا برفض حاجة اللي هو التصنيف، يعني إن أنا برفض حاجة اسمها التيار الإسلامي والتيار النصراني والتيار المعرف مين، لأن كلنا مصريين في الآخر، وكلنا كل واحد فينا يمتلك حتة ولو صغيرة قد كده في البلد دي. فكون ان انا اميز فريق عن فريق ده ما بحبوش، لكن انا اللي بعيبه على من يلقبون انفسهم بالتيار الاسلامي هو فرض الرأي، وان هم شايفين ان هم بس اللي صح، وان هم بس اللي هم رجعوا كده زي ايام صكوك الغفران بتاعت الكنيسة في القرن ال17، اللي هم بس اللي هم معاهم الصك بتاع الطريق الصحيح، والباقيين كلهم على خطأ، او الباقيين كلهم والعياذ بالله كافرين. محدش ليه الحق ان هو يكفر حد، وكلنا لينا حق في البلد دي، كلنا لينا حق في البلد دي ولينا حتة فيها، وكلنا لازم نتعلم ازاي نتعايش فيها مع بعض. العلاقة ما بينك وبين ربك دي علاقة خاصة جدا تخصك انت وربك ومش حد تاني. انا بعبد ربنا بطريقتي، وحضرتك بتعبد ربنا بطريقتك، لان ربنا ده بتاعنا كلنا، مش فكر على حد، ده بتاعنا كلنا زي ما هي بلدنا بتاعتنا كلنا. بس لو انت بتصير بس مستفيد.